في اليمن ثلاثة مصانع حكومية للإسمنت، مصنع عمران ومصنع البرح ومصنع باقل، وهذا الأخير من نقف أمام بوابته الآن، وهو من أغلق عن العمل منذ 6 سنوات تقريبا. لماذا وكيف ومن المستفيد من إغلاق هذا المصنع؟ أسئلة سنحاول أن نجد لها إجابات لدى عمال المصنع هنا وأيضا لدى السلطات المحلية في محافظة الحديدة. إلى شرق الحديدة وعلى بعد 50 كيلومتر تقريبا يقع مصنع باجل، وهو من أقدم وأكبر الصروح الاقتصادية ليس في اليمن فحسب بل والجزيرة العربية. حيث تم إنشاؤه أواخر 60ات القرن 20 ودخل عملية الإنتاج عام 1973 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50,000 طن في السنة. ومع الازدياد السكاني وما رافقه من نهضة عمرانية، استرعت الضرورة إنشاء مصنع آخر لتلبية احتياجات السوق المحلية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تصنيع الإسمنت، وبطاقة إنتاجية وصلت إلى 200,000 طن في السنة، وكان ذلك عام 1983. يعتبر مصنع إسمنت باقل من أول القلاع الاقتصادية في اليمن، من أهم القلاع الاقتصادية في اليمن، من بدأ تشغيله في طبعا أو إنتاج أول كيس إسمنت من مصنع إسمنت باقل في العام 1973 ميلادية، كان في 28 مارس 1973 إنتاج أول كيس إسمنت باقل، وبالتالي يعتبر أول مصنع طبعا في حين بدأ العمل فيه كمشروع في اليمن. أول مصنع طبعا في اليمن من حيث نقدر نسميها الصناعة الاستراتيجية المعتمدة على المواد الخام من الموقع أو من اليمن أو بدون الاستيراد من الخارج. وفر على الدولة كثير على العملة الصعبة التي تذهب للخارج لشراء المواد الأساسية مثل مواد البناء وأهمها الإسمنت طبعا. نعم، إذا ما أردنا أن ندرج في مراحل هذا المصنع طبعا حتى التدرج أصلا حتى في مراحل التقنية صناعة الإسمنت أيضا، كل يوم هناك تطور طبعا، والبلد تحتاج كانت إلى دائما إلى مصانع وإلى طريقة أحداث، كان دائما الظرف يفاجئ بكلفة المنتج، أصبح لزمن أنتقل إلى تقنية بأقل كلفة توفر بحيث تكون الصناعة مجدية اقتصاديا أقل شيء. ففي العام 84 بدأ تشغيل الخط الثاني طبعا في مرحلة السبعينات، طبعا الخط الأول كان 50,000 طن تقريبا إنتاجية سنوية، وفي 84 تطور المجتمع طبعا، زادت الاحتياجات للبنية التحتية، فكان القائمين على مصنع الإسمنت في ذلك الحين استجابة للظرف والتطورات المجتمعية والبنيوية والاحتياج العام للمشاريع للبنية التحتية، اللي زمان مش من الطبيعي انك تستمر تستورد في ظل دوله ما فيش معها ناتج قومي او دخل من العمله الصعبه. فانشئ برضه الخط الثاني حوالي 100,000 طن طبعا كلها من شركات روسيه طبعا، فمن الدوله الروسيه، فانتج على بركه الله سارت الامور، كان البلد ينتج 250,000 طن كلينكر، 270,000 الطاقة التصميمية يصل، فدائما البلد في التطور. دخلت اليمن الألفية الثالثة ووجد القائمون على هذين المصنعين أن التصنيع بالطريقة القديمة لم يعد مجديا، أولا من الناحية الإنتاجية وثانيا من ناحية التكلفة، وهنا ولدت فكرة إنشاء مصنع ثالث بطاقة إنتاجية تصل إلى 820,000 طن. وبتقنيات حديثة وآليات متطورة، وبدأت الأحلام ترتسم على الورق لمشروع صناعي عملاق، وعلى ضوء ذلك أعدت التصاميم والرسوم الهندسية وكذلك دراسات الجدوى، وبدأ البحث الجدي عن التمويل. وقد حصل المصنع على قرض ميسر من الصين يمثل ما نسبته 80% من قيمة المشروع، و20% تمويل ذاتي من قبل المؤسسة العامة لتصنيع وتسويق الإسمنت. وبلغت تكلفة المشروع 129 مليون دولار،
وكان ذلك في العام 2009. يا حبذا لو تعطينا بالبداية فكرة عن بداية هذا المشروع والمراحل التي مر فيها. المشروع توسعة مصنع اسمنت باقل بطاقة إنتاجية 750 ألف طن كلينكر بالسنة، ما يوازي 820 ألف طن اسمنت. بدأ العمل فيه في مايو 2009، من قامت تقوم بتنفيذ الشركة الصينية CMEC، والشركة الاستشارية للمشروع هي شركة CCA البريطانية، وأنجز إلى حد الآن 99% من المشروع، ومنتظرين البدء في تجارب التشغيل قريبا إن شاء الله عن توفر الوقود ومستلزمات التشغيل. نعم، كم تكلفة هذا المشروع؟ تبلغ تكلفة هذا المشروع 129 مليون دولار ونص، 20% منها تمويل ذاتي من المؤسسة اليمنية لصناعة تسويق الإسمنت، و80% عبارة عن قروض، قرض حكومي ميسر من الحكومة الصينية والحكومة اليمنية، وقرض تجاري من الشركة المنفذة عبر شركات عبر بنك دعم الصادرات الصينية. كان دراسات جدوى كثيرة، والقائمين على صناعة الإسمنت في اليمن وعلى رأس المؤسسات فكر مليان، وطبعا درسوا دراسات جدوى من كل في كل الاحتمالات والكلف. بالنسبة لنا في مصنع اسمنت باقل، الصعوبة كانت تكمن انه الطريقة تختلف، طريقة التصنيع الاسمنت بالطريقة الرطبة اللي هو بالماء، وبالتالي كلفتها عالية جدا، لانه كلفة عالية جدا لانك تستهلك وقود بشكل اكبر مقارنة بالصناعة بالطريقة الجافة. الصناعة بالطريقة الجافة نوعا ما اقل كلفة بالمازوت طبعا، بالوقود نوعا ما طبعا، بس في ظل دخول القطاع الخاص على الخط واستخدام التقنيات الحديثة، وطبعا على رأسها الوقود، تخفيض الكلفة في الوقود شيء مهم طبعا. فأدخل المعطى الجديد القديم، جديد بالنسبة لنا إنما العالم كله يشتغل به، يعني اللي هو مادة الفحم الحجري. والفحم الحجري تأتي أرخص، أرخص كثير، فما يعطي يعني ما يعطي إنه كلفة المنتج أقل، إضافة إلى الوقود طبعا الأمالة كثيرة في كانت في هذه المراحل، وبالتالي حتى كمية الإنتاج للمصنع اسمنت باقل اقتصاديا قليلة لا تكفي، فلقى الإنشاء، فالناس فكروا تماما، وأيضا استجابة للتطور المعمول في البلد شافوا أنه لازم بإنتاج أكبر حتى تكون الكلفة مناسبة، أيضا إضافة إلى الطريقة القديمة اللي كانت هي بالطريقة الرطبة، إضافة إلى طريقة الإحراق كانت تحتاج إلى تحديث. فلا يمكن أمام القائمين عليه إلا التفكير مليا في إيجاد مشروع جديد بتقنية عالية حديثة. وطبعا هذا الكلام كان في ظل التنافس المنخفض نوعا ما، لأنه كان التنافس مع الاستيراد أكثر من القطاع الخاص المنتج، فبدأت الكلفة ترتفع وتضيق الهوة أو تتسع الهوة طبعا، في أنه كلفتك ارتفع في حال وجود منافسة قوية. منافسة أهم شيء، المنافسة السعرية كما تعرف أنت طبعا، لا أعتقد أنهم يستطيعون منافسة مؤسسة عريقة مثل مصنع مثل مؤسسة الإسمنت من حيث الجودة طبعا، لأنه تعرف أنت تراكم الخبرات حوالي 5 إلى أكثر من 40 عام الآن، فبالتالي يكون خبرات متراكمة. في الاتفاقية المبرمة بين الشركة الصينية المنفذة وبين إدارة المؤسسة العامة لتصنيع وتسويق الإسمنت، فترة زمنية لإنجاز المشروع تقدر ب 28 شهرا، لكن ونتيجة للأحداث التي شهدتها اليمن في العام 2011، غادرت الشركة الصينية تاركة خلفها مشروعا لم تتجاوز نسبة إنجازه 50%، في حين أنه وفقا للعقد كان المفترض أن يكون شبه جاهز. وحينما اتفق فرقاء السياسة وشكلت حكومة الوفاق وتم انتخاب رئيس جمهورية توافق أيضا، تم التواصل مع الشركة الصينية المنفذة من أجل العودة للعمل واستكمال المشروع، غير أنها اشترطت في سبيل العودة مبلغا إضافيا كتعويض يقدر بأربعة مليون دولار، وبالفعل عادت للعمل في بداية العام 2013. مرحلة بناء هذا المشروع بدأت بالتصاميم في عام 2009،
وبدأ العمل الفعلي في موقع المشروع في فبراير 2010 بداية أعمال الحفر لأساسات الفرن، وظل العمل فيه خلال عام 2010 كامل حتى جاءت الثورة الشبابية، وفي بداية في نهاية 2010 وبداية 2011 أدى ذلك إلى توقف المشروع بسبب الأحوال الأمنية في اليمن، فتوقفت الشركة في عامي 2011 و2012، ثم عادت لاستئناف العمل في عام 2013، والآن العمل بالمشروع تقريبا أنجز 99% من ما أسلفنا، وإن شاء الله خلال شهرين أو ثلاثة أشهر القادمة يكون استكمل العمل كامل في المشروع. وبحسب المهندسين هنا تم إنجاز ما نسبته 90% من المشروع، لكن ظهرت معضلة جديدة حالت دون الافتتاح، تتمثل في عدم وجود ميزانية تشغيلية لتوفير المازوت والديزل والفحم الحجري، وهذه هي المشكلة التي عجزت إدارة مؤسسة الإسمنت وكذا وزارة الصناعة والتجارة عن حلها، حيث تتطلب عملية التشغيل 10 مليون لتر مازوت و5 مليون لتر ديزل من أجل تشغيل الفرن لمدة 20 يوما متواصلة. أما التشغيل بواسطة الفحم الحجري فيحتاج إلى 25,000 طن بقيمة 2 مليون دولار تقريبا. المشكلة الآن في اللي تواجهنا هي مشكلتين، مادية ومشكلة أمنية. المشكلة المادية تمثل في أنه نريد مستلزمات تشغيل ومشاريع ومصاريف تشغيلية في حدود 3 إلى 4 مليار ريال، وهذه الآن خاصة كان بالنسبة للمؤسسة اللي من يعمل صناعة التسويق الإسمنت، هي تعتبر الآن الرافد الوحيد لها هو مصنع عمران الذي يعمل ويرفض المؤسسة بإيرادات. طبعا منذ سبتمبر 2014 عندما استولى أنصار الله على مدينة عمران، وطبعا في حدود تصوره بمكافحة الفساد أوقفوا الإيرادات من مصنع عمران إلى المؤسسة حتى تتضح الرؤية، فأدى ذلك إلى خلافات بين مصنع عمران والمؤسسة لمن يعمل صناعة تسويق الإسمنت، فالآن هم في مرحلة حل الخلافات للحصول على إيرادات، لأنه مصنع الإسمنت باقل لن يبدأ بمرحلة تجربة التشغيل إذا ما كان هناك في مستلزمات ومصاريف للتشغيل. اللي عرقلنا زي ما قلنا أنه جانبين، الجانب أول توفر السيولة النقدية لتوفير الوقود التشغيل، وقود التشغيل عندنا 3 خزانات، 1 للديزل و2 للمازوت، فهذا نحتاج إلى حدود 15 مليون لتر لهم، 5 مليون ديزل و10 مليون مازوت، فلاجل تشغل الفرن، لأنه إذا اشتغل الفرن ما فيك توقفه، لازم يشتغل 20 يوم شهر واصل حتى أنك تجربه أنه مضمون، فهذه كلها تحتاج تمويل. فالمؤسسة زي ما قلت لكم عندها خلافات بينها وبين مصنع عمران وأنصار الله هناك، فهذه أدت إلى أنه لم تتوفر التمويل لدى المؤسسة، فهم يقولون الآن هناك جزء كبير من المبلغ متوفر لديهم، والآن المفاوضات جارية مع شركة النفط اليمنية. طيب الكمية هذه كم تشغل المصنع؟ في حدود شهر تقريبا ممكن تشغل المصنع 20 يوم إلى شهر. هذه الكمية. وفيما يخص الفحم الحجري متى يبدأ تشغله بالفحم؟ وفيما يخص الفحم الحجري هناك متابعات حثيثة من المؤسسة على أساس مناقصة الفحم الحجري، لأن الفحم الحجري تشتريه من الخارج لازم نستورده، فلما تستورده تشتري باخرة في حدود 20 إلى 25,000 طن، فهذه أعلنت مناقصة والإجراءات الآن تتابعها المؤسسة في اللجنة العليا للمناقصات. بقيمة كم؟ في حدود ممكن تكون في حدود 2 مليون دولار تقريبا، أكثر شوية هذا الحدود، ويعتمد على منشأ هذا الفحم من أي مكان أنت تشتريه، يعتمد على السعر كم. بس بالبداية لابد ما يشتغل على المازوت أو الديزل. أيوة بالضبط، بداية التشغيل لازم المصنع يشتغل على المازوت أو الفحم اللي هو الفرن، الديزل فقط هو يعمل عندنا للمعدات المساعدة لتسخين الوقود المازوت، حتى المولدات عندنا تشتغل بالديزل، وممكن تشتغل بالفحم ولا بالمازوت، تشتغل بالمازوت وممكن تشتغل بالديزل. طبعا الديزل احنا ما نشتغل بوش، نشتغل بالمازوت لانه يعني مراعاة لظروف البلد. طبعا المشروع عليه تقدر تقول انه شبه مكتمل،
الآن المشروع شبه مكتمل، يبقى معوقات لا نقول أنها سهلة طبعا، هي كبيرة ولكن تعتمد بالمقام الأول على التمويل. متى ما توفر التمويل حلت مشاكل المصنع. طبعا التمويل متعلق بمنظومة، طبعا المصنع تبر مثلا المصنع مثل ما أقدر أقول لك إن المؤسسة بشكل عام اللي هو مجلس الإدارة معني بإيجاد وتوفير التمويل لتشغيل كما هو متبع وكما هو وحسب حتى السيستم والنظام والقانون، لأنه رئيس مجلس الإدارة يعتبر هو رئيس مشروع، رئيس المشروع المباشر رئيس مجلس الإدارة، وبالتالي يعني طبعا الواجب كل الواجب أن يكون معمول حساب مسائل اللي هو توفير مستلزمات التشغيل. مستلزمات التشغيل شيء مهم الآن، إضافة إلى مستحقات، حتى تتصور مستحقات الشركة الاستشارية طبعا 6 شهور لم يدفع لها مبلغ مستحقاتهم طبعا. أنا أعتقد كما أسمع من الأخوان أنه حتى الاستشاري الموجود أحجم عن العمل، محتاج تماما بلا مستحقات. طبعا الشركة بريطانية طبعا الاستشاريين يعني أحبطوا، كما العمال كما المنطقة كلها والمحافظة صرنا بإحباط شديد، حصل شلل الآن، يعني تقدر أصور لك شلل أو الإحباط النفسي عندما يكون لديك أمل وتراه قريب، أنت تتحمل كل الصعوبات لأن ترى أن أمامك أمل بشكل مباشر أمامك تماما، فتحصل الفاجأة أنه تصدم في الأمل هذا. مش والسبب ليس المصنع، المصنع شركة قائمة. أنت طبعا عملنا لفة مع بعض، شفت المشروع، شفت مدى جاهزيته، حتى احنا الآن نجلس في وسط المشروع، البرهيتر أمامك، طاحونة الفحم خلفك، مصنع مكتمل شبه مكتمل. يبقى الأشياء البسيطة اللي واجب على الدولة مثلا وزارة الصناعة، واجب على الأخ رئيس مجلس إدارة ومجلس الإدارة كامل أن يتحركوا تحرك مباشر باتجاه إيجاد الحلول، إيجاد التمويل. 6 سنوات مرت وأكثر من 800 عامل ينتظرون الانتهاء من أعمال البناء والبدء بعملية الإنتاج، وقد ظلوا خلال تلك الفترة كقوى غير عاملة محرومين من كل الحقوق والامتيازات ولا يحصلون إلا على الراتب فقط. لكن ما فاجأهم أن الراتب قد توقف في ديسمبر من العام 2014، وها هم قد افترشوا الأرض بعد طول انتظار، تظلل وجوههم الكآبة ويملأ قلوبهم اليأس والإحباط. وقد نفذوا عددا كبيرا من الوقفات الاحتياجية المطالبة بإنقاذ المصنع وإعادته إلى العمل، لكن من يسمع أصواتهم المبحوحة وسط ضجيج الصراعات السياسية؟ التحقت بالعمل في 83 شهر 3، وكان منتاج المصنع شغال وإنتاجات ضخمة جدا وحنا مرتاحين به، حنا واليد العاملة خارج المصنع حتى. والآن في 2008 توقف المصنع. رواتب، هل تصرف لكم رواتب بشكل شهري؟ أخيرا وقت ما موقفة والدنيا كلها موقفة الآن. أنا طالب الجباري ورئيس مجلس الإدارة ورئيس صناعة برواتبنا. إحنا الآن مشردين، روح على المكشوف قبلك 3000 ريال. أكره في بيتك. أمكسهم بره بثلاث أيام. سبع أيام يهاب. ثلاثة كيات في بره ما تكفيش. مالك مسألة، إحنا الآن في حال جنون، مش قاعد في حال عقل، جنون. الآن إحنا في حال جنون، رجال الهلوس. تجلس ترقد من ليل ما ترقدش. فكر ضم على يضوء ضم تبوزوك. مستشفى ما تقرأك. أنتم الآن تطالبوا بالتسريع في إجراءات؟ إحنا في إجراءات تشتغل المصنع. نعم. تسليم مرتبات العمال. حال الآن قبل أي مستشفى. مريضك قبل برا يقول برا ما أخش أي دلائل أي تأمين. أهم المشاكل الذين نعانيها في المصنع حاليا هي يعني مستحقات العمال، سبب تأخير مستحقات العمال لأن المصنع موقف، ومستحقات العمال كانت من سابق تصرف أسوة بالمصانع الإدارة العامة ومصنع البرح وأمران، ولكن خلال هذه الفترة وخاصة في شهر 12 توقفت لنا المستحقات يعني بشكل كامل، ونحن الآن في صدد. قد اتجهنا إلى النقابة العامة في صنعاء، واتجهنا إلى الاتحاد العام
لنقابة أمال اليمن، وتم من قبل الاتحاد الآن تحرير مذكرتين إلى وزير الصناعة. المذكرة الأولى كان دعم فيه، وهو كان دعم لمذكرة وصلت من مصنع أمرام صرف رواتب مصنع إسمنت باجل، وتم صرف راتب مصنع إسمنت باجل، بينما بقية الحوافز ومستلزمات أخرى لم تصرف. وأززنا مذكرة ثانية من الاتحاد إلى وزير الصناعة، وزير الصناعة وجهها إلى رئيس مجلس الإدارة، أزز إلى رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة قد رد حول أداء تأخير المستحقات بأن مصنع إسمنت أمران توقف عن توريد حاصلات المبيئات لحساب الإيرادات، سبب مشاكل في توقف مرتبات مصنع باجل والإدارة العامة، وكذلك سبب في توقف عدم الالتزام تسديد التأمينات والرعاية الطبية والاستشاري للشركة، وسبب استقالة الحكومة لم نتمكن من المتابعة، ولكن إذا تحسنت الأمور إن شاء الله وأدت الحكومة سيتم المتابعة بعد كافة المستحقات، ونحن مع الأمال، ونحن أيضا نتابع بمستحقات الأمال وتوفير مستلزمات التشغيل. طيب كم عدد العمال قبل نقول استلزمات التشغيل؟ كم عدد العمال؟ عدد الأمال حوالي 887 كذا تقريبا، أقل من 900 عامل. هل لفتم عدد الاحتياجات هنا؟ هل لفتوا عدد الاحتياجات العمال؟ هذا نوع من الضغوط على والله بالنسبة للأمال هم مارسين اعتصامات كل يوم معتصمين، لأنهم هناك حوافزهم متوقفة، الرعاية الطبية هي الأهم، تروح في أي مستشفى يقول لك خلاص أنتم بالنسبة للمؤسسة خلاص، يعني لازم من ضغوطات، لازم الأمال هم الضايقين، يشتوا يعني مستحقاتهم، يشتوا الرعاية الطبية، يشتوا كل المستلزمات. محافظ محافظة الحديدة الأستاذ حسن هيج دعا عمال المصنع إلى التحلي بالصبر خاصة في هذه المرحلة الحساسة والحرجة، وقال هيج إنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مشكلة إغلاق مصنع باجل، وقد جلسوا مع الغرفة التجارية وإدارة المصنع وتم استعراض المشكلة وخرجوا بحلول تمثلت بالدخول بمرابحة مع البنوك لتوفير متطلبات التشغيل لمدة شهرين. وقد أتى هذا الحل في ظل عجز تام لمؤسسة الإسمنت وكذا وزارة الصناعة لتوفير الميزانية التشغيلية. مصنع إسمنت باجل منذ 6 سنوات أغلق بغرض التوسعة والتحديث، إلى الآن ما يزال مغلق، العمال يشتكون من عدم دفع رواتبهم، كيف تنظر أو تتابع السلطة المحلية هذا الموضوع؟ مشكر. طبعا المصنع استهدف بتوسعة كبيرة جدا عبر شركة صينية، والآن الشركة ربما على شبه منتهية من العمل، وهناك فقط تشطيبات ومراجعة بعض الأعمال منتهية. يبقى في ظل وجود اللا دولة تماما، يعني احنا نستشعر أهمية هذا المصنع وفاعليته، قلعة صناعية كبيرة داخل المحافظة، للأسف مصنع أمران تقريبا استقل بعض الشيء، مصنع البرحة أيضا أداؤه بعض الشيء غير قادر، مؤسسة الإسمنت للأسف ليس لها قدرة على التشغيل، وزارة المالية ومعروف وضعها. نحن لم نقف مكتوف في الأيدي، تم جمع الغرفة التجارية والإخوان بعض البنوك العمل داخل المحافظة وإدارة المصنع ومهندسيه، وتم استعراض المشكلة استعراض كامل فعلي، وتوصلنا إلى حل إن هناك بعض البنوك ترغب في دعم تشغيل المصنع في عمل مرابحة مع المصنع، وتم تكليف لجنة من الأخ مدير المصنع ومن الأخوان البنوك والغرفة التجارية بالنزول ومعرفة متطلبات التشغيل لمدة شهرين من نفقات تشغيل، محروقات، بعض المتطلبات مثل الأكياس، فحم، مازوت، نفقات تشغيلات أخرى سيتم التعاطي فيها من قبل البنوك التي ترغب في دخول في مرابحة مع المصنع، وسنعمل على وجود نظام خاص يضمن البنوك حقها ويضمن تشغيل المصنع حتى يقف على قدميه ويبدأ يتحرك طبيعيا. للأسف الإخوان في إدارة المصنع
عندهم القدرة الكاملة وعندهم الرغبة الكاملة على التشغيل وعندهم طموح كبير جدا، لكن عدم وجود نفقات تشغيلية ودولة ترعى صيانة وتشغيل المصنع أصبحنا نسير في هذا الاتجاه مع البروك، وإن شاء الله تعالى في القريب العاجل سترى إن شاء الله تعالى المصنع بدأ يشتغل ويتحرك ويقف على قدميه ونستغني، وفي الأخير هدفنا جميعا تشغيل المصنع وتشغيل يد عاملة وتفعيل قلعة صناعية كبيرة داخل البلد. نعم، فيما يخص العمال، العمال معروف أنه كان لديهم امتيازات تأمين صحي وغيره، مؤخرا أعتقد تم حتى توقف رواتبهم، هل لكم دور أو جهود في هذا الاتجاه؟ أشكر الأخ مدير المصنع، وكان الأخ مدير الصناعة والتجارة، والأخ مدير مؤسسة الأسمنت، كان لهم دور في هذا الجانب، لكن للأسف مع استقرار الحكومة والرئاسة بدأت الأمور تتراجع الخلف. لكن أنا أدعو الأخوان في عمال المصنع والمهندسين الصبر بعض الشيء وتحمل بعض الشيء، ونحن ساعين جدا مع وزارة المالية في وجود في ظل وجود اللاوزير في هذه الفترة واستقلالية مصنع العمران وعدم قدرة مصنع البرح على مواكبة العمل. احنا نحاول ان شاء الله تعالى نجد من ضمن هامش التشغيل هامش مالي يغطي بعض الاحتياجات للاخوان الموظفين ولو في صوره مرتبات، اما الاوقات الاخرى التامين الصحي وغيره من هذا الكلام انا ارجو انه يتاجل قليلا حتى المصنع يشتغل وسنواكب متطلباتهم ولو بعث الرجعي، لكن المرحله الانيه الان تتطلب من الجهود جميعا منا ومن الاداره ومن الاخرين انه نركز تركيز فعلي على النفقات التشغيليه. كل مصنع من دورات العجلة وفي حال شغله سيستطيع يغطي كل نفقاته وبما فيها متطلبات الموظفين تأمين صحي وغيره. أستاذ حسن، البعض يرى أن المشكلة برضو فيها سوء إدارة معينة كانت من قبل إدارة المؤسسة، وفي مشاكل نشبت في أحيان معينة بين إدارة المصنع وإدارة المؤسسة، هل ترى أنه فعلا هذه الحساسيات تعمل؟ ما أعتقدش، وإن وجد ليس سبب رئيسي، ما أعتقدش أنه في خلاف. الأخ علي مدابش مهندس معروف ومن أبناء المؤسسة ومهندسي المصنع معروفين لهم تاريخ كبير جدا في هذا الجانب سواء إداريا أو فنيا، لا أعتقد، وإن وجد لا يمثل عائق إطلاقا، لكن الظروف السياسية والاجتماعية في الوطن هي التي أدت إلى 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 وصول المصنع إلى ما وصل إليه، وبالرغم أنه كان التوقيف أساسا من سابق لغرض صيانة القديم وإضافة جديدة في المصنع، ليس لأمور أخرى إدارية أطلاقا، كان يعني توقف المصنع لأمور فنية بحت. والمشروع طموح جدا يعني، الأهمية أهمية هذا المشروع حاليا إنجازه وبدأ العمل. مشروع وطني عملاق كبير جدا، هذا يمثل قلعة من قلاع الاقتصاد الوطني، الكل يشهد له، وكان له باع كبير جدا في رفض قضية الدولة، أول مصنع اسمنت على الإطلاق في اليمن، معروف هذا يشهد له. حتى المنطقة عاد. وسنعيد بمشيئة الله، سنعيد له مجده، إن شاء الله سنعيد، بس فقط أنا أدعو من خلالك ومن خلال كاميرتك الإخوان الموظفين المصنع المنتسبين سواء إداريين أو فنيين الصبر قليلا. وادعو الإدارة إلى الجد في هذا الجانب، ونحن كسلطة محلية نحن يعني متفاعلين وعندنا الإصرار الكامل على تشغيله إن شاء الله تعالى. المشروع ضخم وطموح، وفي حال تم إنجازه وتشغيله بالفحم الحجري الأقل تكلفة مقارنة بالديزل سيرفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة وسيعيد الحياة إلى مدينة باجة الخاصة والحديدة بشكل عام. إدارة مصنع باجل كانت قد رفعت برسالة إلى وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 11/11/2014 عرضت فيها مشاكل المصنع وطالبت بتوفير ميزانية تشغيلية تمكنها من تشغيل المصنع وإعادته إلى العمل والإنتاج. نتساءل نحن أيضا لماذا التباطؤ في إيجاد حلول سابقة ولماذا الآن في هذا الوقت عندما يكون المشروع بدأ يشتغل؟ أنت تعرف أنه في 25/12/2014 بدأنا تجارب التشغيل، طبعا حتى الحملية، طبعا الشركة تجرب المعدات، كل الناس يعتقدون أنه هناك حدث ما جلل حصل وهناك ردة فعل كبيرة لإزهاق روح المصنع الجديد أو المولود الجديد. نفاجأ كلنا 25/12 بدأ التجارب، بدأت المشاكل والمعوقات تكبر، طبعا مضافا إليها مشاكل البلد هذه ما نستثنيهاش، إنما 25/12 بدأنا نشتغل، بدأت مستحقاتنا ستوب. سؤال أطرح أنا كما أطرح كل زملائي، لماذا؟ من هو المتسبب؟ إيش الجديد الذي أدخل؟ الوقت الجديد الذي دخل علينا، شفنا الرسالة طبعا اللي هو موقع قصدك بمدراء المصانع، ثلاثة مدراء المصانع، أقول لك وجهة نظر، أولا وجهة نظري والشيء الطبيعي والمنطقي
انه مش معقول ولا يعقل ان مؤسسه رئيسيه مكتب رئيسي في صنعاء عناصرها ثلاثه مصانع في الجمهوريه اليمنيه عمران باجل البرح عينوا ثلاثه مدراء مش هل ترى انه من المنطق ان يختلفوا ثلاثه مدراء مع رئيسهم المباشر مثل ما يروج له؟ لا يمكن. يعني مثلا المذكره اللي تناقلوها طبعا لكل مصنع اسبابه ولكل مصنع مشاكله واحداثه. طبعا المدير العام خلال نقاشاته ما سمعنا منه مطولا في اجتماعات طبعا لانه وهناك لحمه بين المدير والاداره الصف الثاني من الاداره تعتبر مدير الادارات والصف الثالث مدير الدوائر والعمال نناقش كل شيء بوضوح لدينا اجتماعات ومحاضر اجتماعات نطرح انتقد احنا لما طبعا كان نركز على هذا الموضوع جانب اعلامي وعلى راسهم قناه السعيده الناس هنا استفسروا المدير والله يا مدير حصل واحد اثنين ثلاثه اجتماع طبعا فالمدير اوضح وضوح شامل انت لو قرات المذكره ستجد انه مصنع عمران مفصله طبعا مصنع عمران طرح مشاكله والى اخره وركز على شيء معين فيما وصفه بالفساد لا نعرف مدام مصنع ما نعرف مدى مصداقيته او هذا طبعا اي فساد يصل فيها القضاء لا يستطيع التركيز او الاساءه لاي شخص. مصنع البارح طرح اشكالياته احنا ما طرح من قبل المصنع ممثلا بمديره العام طبعا حتى نوجز ونرد على بعض من يقول هناك مشاكل المصنع اثرت على مستحقاته. هذا كلام لا اعتقد انه دقيق. بشكل مختصر هل لك من رسالة معينة إن كان رئاسة الإدارة في صنعاء أو وزارة الصناعة والتجارة أو الجهات العليا؟ طبعا البلد هو يعاني خلال هذه المرحلة الأخيرة طبعا بلد بلا رئيس ولا حكومة طبعا هو يعتبر أن الحكومة تصرف أعمال فمن أصل إذا كان الناس فعلا يحبون الوطن فالتضحية واجبة في هذه المرحلة. إذا كان الأخ وزير الصناعة هو مشهود تقريبا كان في وزارة التخطيط ايضا اعتقد انه يعرف المشروع هذا وجهود بذلت. فاعتقد انه يجب ان يعمل حل جذري للاشكاليه سواء يبحث عن التمويل مع ان البحث عن التمويل هذا انا لي نقد او انتقد عليه. لا يجب البحث عن التمويل الان، كان يجب على رئاسه المشروع انه يكون في مبالغ احتياطيه لانه طبيعي يتوقع ان احنا بنصل لمصاريف تشغيل، كان يجب ان نكون محتاط. ما تقول ليش في الاخير 500 مليون. انت تعرف كم احتياجاتك بالضبط وايش اللي بتعاني والاشكاليات المستقبل يجب ان يكون لديك احتياطيات ما تبحث عن ممول. الان لم ان شاء الله يكون في حلول لكن يجب ان يتصدر الموقف وزير الصناعه. اوكي جباري تريد ان توجه له رساله؟ اريد ان اوجه له رساله الا يجلس في برج عاجي في رئاسه المؤسسه. يجب ان يتفهم الوضع فهو رئيس المشروع ورئيس المؤسسه بالكامل. يتحمل مسؤولية أي فشل المؤسسة أو تدمير. لا أقول أنه يكون جزءا منها أو أتهمها إطلاقا. هو يظل رئيسنا في العمل، يظل رجل ويبذل مجهود. ولكن يلاحظ أن المجهود الآن انخفض نسبيا. المؤسسة متفاعلة معنا بس المشكلة الآن ظروف البلد وزي ما الأزمة السياسية التي الآن تلاقيها استقالة الحكومة كل ذلك أثر طبعا على تحركات المؤسسة وقيدها نوعا ما. فهذه ادت الى مشاكل وعدم توفير السيوله بالوقت المناسب، بس طبعا الاخ المحافظ محافظ محافظه الحديده يدعم اسمه توفير السيوله النقديه للمصنع وتعاون معنا مشكورا بانه تواصل مع محافظ عمران مع مصنع عمران بحيث يمدونا بميزانيه عاجله تساعد في عمليه بدء التشغيل وصرف مصاريف التشغيل. زي ما لاحظتوا اكيد انه الاسبوعين الماضيه وكانت او بدايه شهر يناير كان هناك تظاهرات كبيره للعمال المطالبه مستحقاتهم فهذا كله هو بسبب الازمه السياسيه اللي تمر بها البلد الان. من هنا يبدو المشروع مكتملا ولم يتبقى سوى توفير مصاريف التشغيل التي قد لا تتوفر بسبب الاوضاع الراهنه. وقد يستمر توقف المصنع 6 سنوات أخرى ومع ذلك ستستمر وتكبر معاناته أكثر من 800 عامل ناهيك عن حرمان خزينة الدولة من عائدات كبيرة لهذا المصنع.